إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت مصالحنا للشرطة القضائية، المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة، فرقة مكافحة المخدرات، بالإطاحة من شبكة إجرامية تنشط عبر الحدود، مكونة من 4 أشخاص. العملية أسفرت على حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع بريكابالين جرعة 300 ملي جرام تقدر ب 27750 قرص، 3 سيارات كانت مستعملة في التهريب، إضافة إلى سلاح ناري من النوع الخامس وذخيرة حية. المتورطون في الشبكة سيتم تقديمهم من سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة.